لكل ربة بيت. معليش تستخدمين هاي الأفكار، يعني لكل أبو بيت، لكل زوج حنون، أب حنون. شوف الطريقة يا أخي وتعلم، ما بي شيء. هنا مكنسة، ليش نزتها حرامات؟ اشتري لك منقنة، منقنة مو غالية، 75,000 تقريبا. تاخذ لك وياها منشار من هذا الزين ديلوكس، ما يكلفك 5,000 دينار تقريبا. هنا صار عندك 80,000. تاخذ لك درنفيس بألف دينار، مو غالي هواية. هاي اسفنجة تحتاج من الدكان 500، أهم مو غالية. هنا شو تسوي؟ تاخذ لك بوري، بوري متر، مو يعني مو زايد، متر كلش كافي، متر ب4,000 دينار. تعامل علي انطيك اياه 3,500. هنا تاخذ لك المنقنة نفسها، تقصها بالمنقنة تشيكها وتسوي. شوف هنا نفس المنشار اللي اشتريناه، ليش نبذر فلوسنا نشتري اللاخ؟ هو نفسه ما بي شي، تقصه بالنص على مود يصير شي عندك حلو، حتى من تشتغل تعرف شلون. اه نحتاج بريمز مال ابو عصام الببور الاخرس. هنا ببور هم تقريبا 30,000، مو هو يعني عادي. هنا تحميل بوري زين، حتى من تشتغل يصير عدل. هذا البلايس هم بألف دينار، عادي يعني، مو ابد ابد لا تشيل هم. صار عندك جاهز. هنا شوف شو تسوي، تجيب الفرشة مالنا، جيد شفت شلون. تاخذ لك براغي 2.25. وهنا هذا المزرف هم تقريبا، اذا الماني الاصلي مات تقريبا 50,000 60,000، ما مشكلة اقول 50,000. يا اخي هاي البراغي مالنا 2.25. هذا وخلصت، صارت مكنسة شكو. صار عندنا 4 براغي، جاب 2 اللخ، 500 دينار يعني، صار مو مشكلة، جيد جدا. هنا تاخذ لك بوري، البوري اكو ورا البيت، اكو عندنا هواية بالمخزن، عندنا ما حاجة نشتري نبذر فلوسنا. هذا هو فضت. برغي اللاخ صار 750، نبذر هواية، يلا مو مشكلة، اهم شي رجعت لنا مكنسة نظيفة. شوف يا اخي هذا هو، انحلت السالفة كلها، كلها ما كلفتك 200,000 على مكنسة بمول 2,000 دينار. شغل عقلك هاي رابع مرة اقول لك، الى متى ظل نصح بيكم يابا؟